بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أو مشتم ريت عيسى وثمان درباري بو كسيك محتاجة بنكاح وتوقاني هي وكبلين عرزي زوري هي برو وطء تيكلي وايا أي فإن لم يحتاج أي لم يتوق النكاح توقعني نبو بونيكا حزي بو حالتنا بعدم توقعني للوطئ حزي بنيكاح ناكد شنتي بيدي لوطو أمانا ناكد وخلقة هر خلقة وابو أو لعارض ياتوشي عارض شي كبلين جنسي هاتبو لبر هر هو يبي وكل بيشتلوت مان أو يكهين بخوا كافور بخوا وردور دا أو عارض وين أمني لين دارتشيني شروايا ممروري زمن بياواليكا اگر شويشي اواي هبو الي غاندي باوشي اندرا غاندي باوشي بويا ميردي بو نهرو باوشي اندرا غاندي پیش اندرا افراد بو پیش اندرا او رئيسي هند بو لگا پرستکان بو روج إعلاني كرد أتي مسلمان كان أو شارني مسلمان تيابون بين تلقيح هي ضرورية بون أخوشي تلقيح أنا كين درزي هل الرؤيان كذا خصخانة كان بانزه هزاري لي تلقيح كذا هل هم يان نزوق درجو ندوا بيان زاني بانزه هزار مسلماني نزوق كذا أو ظالمة تربه هو يدرزيه كوبه هو يشتكو تاني نزوجي كاو بيخسيني ولا بل أو لعارض يعني بل عارضك ولا علة به وكبلنا خوش جنبو بل عم عارضك بسرعة تبو كحزيبة أو تيكال جنوب يعني ناكد كروها له أو كراهاتي هي جنبيني يعني كاح بكائن فقد الأهبة بشرتي أهبي نبي لالتزامهما لا يقدر عليه بلا حاجة شون تشتيكا تملي خوي التزام اشتيكا كتواناينيه كوطأة بلا حاجة شيخ لطيفي شارواني هبو نحر بإران عراقا قول لي دابو لبربراقي فشتي بشتنو خواري وشقبوه لصالي 1982 بوشيواها تاد 2000 وامزانم حفش مايو تا 2007 مايو بيعيش زور مجاهد بو بو حالي شو كري ملابو كري ملاش حومني ملاش صعين نمالبو اصلا كاني خاكي بو ام بيعوا خزمتي زور كر بو حالو ساري كي همو بدس ايش كر تونكي قاتي نمابو ستوفو متوفي نمبو ناجيرا عرباني شي همو وشو سري خوي لمالو بتنيا ابو خوش شي جارجار لدراسي بو خدمتي اكر بالامتر خوي بو حالو وس عربانه كوچو جلي شوردو اتشتي لينا وما نشتي حكايات زوره لاي من بارحال جانك ايش من السي ولا كتبي صد السيري اسماني زانست ايش لو شتاني ك بداخو نمنو سي و او ابو كدو جار افرتي جنج تشوبون لاي وتباني مشوت بيكين ازانن که هیچ پیاوتی شون نماوا بلا هر امانوی خدمت بکین پیاوی چی صالح بو بو خاص و خاو بو اش توی ولا من خوم اسیرم افرد هیچ بلای خوم و اسیر ناک اخ مخصد ام خالم دو افرد چوبو نلای یعنی اوی کمیلو استمد دوان رنگ زیادتش بو بیه باش ابرام ويان تبرع كذبوب الشيخ لطيف يعني بس بو ما نكاح مان كان بس خزمتكي وتبوي من شتي وقبول لك مخوم أسير مكسي شي أسير كم بلا يخوم بلا لالتزامه ما لا يقدر عليه بلا حاجة وسيذكر يعني وسيذكر أن شرط صحة النكاح السفيه الحاجة فلا ترد هنا كابو لمولو باس أكريا باسي أكام بلين مؤلف كهو كاريا شرط دروزبون النكاح السفيه أويا كوكس محتاج به ف
فلا تريدو هنا كوابو أو حاجة ليرا نية كنبو نابي نكاح بك وإلا يفقد الأهبة أجر أوابو توقاني النبو بو نكاح وطئ بلام أهبيهب لا يفقد الأهبة وإلا يعني لا يفقد الأهبة مع عدم حاجتي له محتاج من نكاح نبو بلام فلا لو حالته فلا يكره له كراهتين يا بلام يبي بشنك بوتري بي بوتري كما دار ملك عبارتك أني بس حتما بي بوتري كم بيا وتوقاني وطئني باشم لقدرته عليه شونتي تواناي هي بسريا كأيش أهبين نكاح بلام تاقتي تيكاليني لو أنا أفرتك إيش بوراسي بي ومقاصده لا تنحصر مقاصد النكاح لا تنحصر منحصرني إلا وطأ فقط بل بحث جمع ندبه لحاجة صلة بل كلم حالتها عندك تيانا سنة النكاح بك لبر حاجة صلة يعني صلي بياوجن بيقش يعني وتعانس بيكوجيان يعني وخدمة لوانية أو بلي خدمتي كبكا أو جنا وعليه بناء السلام قولا بناء السلام بحث بل بحث جمع ندبه لحاجة وعليه بناء السلام بحث فيفرق بينه وبين ما يأتي في من به علة مزمنة تفريق كريه لبيني أما ولبيني أو مسألة لمودو عادية كسي كعلتك مزمني بيو ويوكو شغلتي فكا كباس معنى كده أما علتي بيو وني أتواني وطأبكا بلام توقاني بويني حزي بيناكا ما كسي علتك مزمني بيو بأن هذا قادر من على الوطئي أما أنتو أنا وطئي بس خوي حزي بيناكا أي ناقر زور لخوي بكا أتواني وطأبكا فلا يخشى فساد زوجته أعلم حالتها ناترسين لويك إذانكي توشي فساد بك أم وطئينك شون جتواني وطئيك دورتو ليرا وبقرا روبو مساليك بيشتر خيرمان نازم بيني ماويانا ألي بياوك جني هنا واجبني لسري وطئبك بيني ماوى ألي قد يك جاربي كايتر كافي أخر شون أما تشن تعارضي هي لقلوا تو ليرا فرموي أما بو معنى كسيك بزاني وطئيب وناكري وتوانا وطئينا ماوى أما يؤدي إلى فساد زوجته أي أولا يؤدي إلى كتوجنك جنجني ولا ولا من واجبني وطئب كم توانا وطئ شهي أولا يؤدي إلى فساد زوجته يعني أنت عارضك زور عجائب لبين بيتانا سبحان الله بيه ويبدي أن لك البتو أي بخلاف ذاك لكن العبادة أي تخلي لها من المتعبد أفضله عبادة أفضل تربو أم جورك سا كتاقتي وطئيني حزي بيناك با قادري شبسريا أفضل منه خلافا للحنفية لم حالتا حنفي كان لأنه والله لم حالتي شهر هر نكاح كرنك باشترا اهتماما بشأنها لما اهتمام بشأن آفرتك وقدرت ما ذكر على تقديري أعوام كرك ما ذكر تشيبو تقديرك وقدرت ما ذكر نال وعليه بل بحث جمع ندبه لحاجة الصلتين وعليه فيفرق بينه وبين ما يأتي من به علة مزمنة يعني كسك علتك مزمنيها به فرقه لويك وتواناي هي وبس حسب وطأناك علي بويا من تقديري أمام كروتم فرق لبيني أم دعناي لأنه هو محل الخلاف هو محل خلافة كأم جورك سا آية بوي سنة بوي نكاحك يعني وتاني حنفي كان لن نكاحك باشترا لعبادة شافعي كان لن عبادة باشترا لم حالتها إلا نكاحك كما قاله السبوكي وغيره لأن ذات العبادة أفضل من ذات النكاح لأنه خد عبادات باشترى لخد النكاح قطعا حنا في كانش خلاف عن لوانية بلام لم حالتا لبر شأن زوجك عفرتك بوي عفرتك لكل بيته وشوكا لرا لين نكاح كذن باشترى
ويصح عدم التقدير او تقديري كم من كردو موتم فرق هي لبيني امو لبيني او كسي الا تجي مزمني هيا دروس او تقديري شرنكين ويكون افضل بمعنى فاضل او كاتك النووي فرمي افضل لكن العبادة أفضل وعبادة باشترة بمعنى فاضل اللي يبدلوا عبادة فاضلة يعني أفضل تلنية لعدم النكاح أقل بمعنى فاضل. وما اقتضاه ذلك من أن النكاح ليس بعبادة أو قسي إما أوهل قريلا محارتا كنكاح بعبادة نبيه. وما اقتضاه ذلك أتشيب تشيب كعلي عبادة فاضلة كعلي عبادة فاضلة فاضلة لنكاح أو أجيني كنكاح بعبادة نبي ولولا ابتغاء النسل صرح به جمع أما كنكاح عبادة نية أجر بدو داقراني النسل وتنبوايه أمانو أمشكالك الرأس نكاح بخدي نكاحك إلا برخدي وط عبادة نية بلام لولا إنه كإنسان كجنياني حسب نسلك أو بدواء النسل وشاء قري لولا إنه نكاحش أشيت باب عبادته باش برام صرح به جمع واعلن لأن قال لبر نسل نبي نكاح عبادة نية. قال بعضهم لصحته من الكافر عندك أن باش النكاح بو عبادة نية ألي باوكم يما بالقمان أويا أجي هو دروس كافر الجن بيني مسيحية كأتي جنية مسيحية ني جولة كجنية جولة كيني خطونا على يمان الزنان كردو وبديني خوي نكاح كردو لي باش أجر عبادته خلاي أواني شو دروسه كابو أوانش عبادتك إخو أوانش عبادتي أنا بو دروزني عبادتي أوان مقبولني معناه وايا خدي نكاح عبادتني إيه؟ ورد بأن صحته منه أمقس أمانا رد كراوته كألين قال بعضهم لصحة من الكافر أمقس رد كراوته بأن صحته منه أميك دروس كافر جنبيني لا تنفي كونه عبادة هيج ريقا قرني لو يكبرين ولا هر عبادة شبوه كعمارة المساجد يسخو دروس قاوري من أمزقو تعاودانا كمو نبي ريلي بقدي نبي هو عبادة جني أبوي حزك عيت اللي بهر شيء بي حزك عودانك هات ولا عتقي يا جاوريك عبدك هي وأزادي أكان ناتواني ريلي بقدي بلا يدروز نيلة ودروسة ولا عتقي وبأنه صلى الله عليه وسلم أمر به في غمر صلى الله عليه وسلم أمر كردو بنكاح والعباد معناه واية هر عبادته والعبادة إنما تتلقى من الشارع لعبادتك للشارع ورجله بيغمريش صلى الله عليه وسلم شارع شارع مجازية چونكي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى كابو فرمودي بيغمر كهالمانني أو فرمودي خوي دليل لسر أويك نكاح جوريك لعبادت باش برام. وأفتى المصنف بأنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو عفاف فهو من عمل الآخرة أم قصد جو أنا براسي مصنف عليه أجر أو شخصك جنديني أجر مخصي ويا خويا من علاش صالح من بيتي يا مخصي ويا كده من فاق بيو بملاو بولان الروا أو فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه أجر نيتك وابي إنما الأعمال بالنيات وإلا فهو مباح أجر أماني لدلان أبو على حزك البخوي آوى مباحة كارثة مباحة وسبقه إليه الماوردي مصنفي أما ديارة لرامة بس تي نووية ديارة ماورديش بيش النووي كرتوة لم فتوى ديارة ماوردي سابق ترى للنووي ماوردي معاصري إمام حرمين بوه ماوردي معاصري إمام حرمين بوه دي إمام حرمين وماوردي وأبدانهم لدفري تورصو حفتاو هشتا هشتاو حوتا ألو دفرا وفاتي يعني كردو نووي شصو حفتاو يك وفاتي كردو
دبل نزكي دو صالج أن بين شاوتي وإبرام ما وردي كتاب حاويه الحاوي للمذهب نزكي حو هشت برجة تحرير مذهب الشافعي كردوه إمام حرمين كتابي تشي هي أو كتابي البسيطة شفتي تشي واحد هذا من بسيط نا نا أوكي بيتو تخوها صدان نا يتشي ها ويك هنا كي لا ما تشي نكم لا دانا أو رزام سر بوسر ما تشي نكم نا يتشي أو ها بداية ها نهاية المطلب في دلالة المذهب نهاية ويا كم جارة شافة كري أول زمان إمام حرمين وتام سردما شاف نكرة لم سردما دكتورة مصري كوي كرده وفرمي بس دان صال خليش أو كتب متاكم كرده هم جا شافي كرت بداية نهاية المطلب في دلالة المذهب لو كاتا أم خليش أو أبوه لو لا ما وردي خليش الحاوي الحاوي للمذهب باش برام إيه هو بس برجع بفهرسك هو بس يك برجع باش برام آه ها قشتنا شو إيه نفى ومفى ومباح بل بل ولك أن تقول بوت هي أم قصيش كبير بلي إن أريد بنفي العبادة عنه مطلقا أنه لا يسمعها بلي بابا ناو نابري عبادة لإصطلاحة لإصطلاحة يعني لإصطلاحة نكاح ووطء أمانة في ناو تري عبادة فقريب نعم قصة قريبة بلام لنا خوك أجر أجر نيتي أو بولا أجر هي أو إنه لا ثواب فيه مطلقا يا ثواب تانية أجر بلي ولا نيتم أويا عبادتني يعني ثوابت يعني أميان فبعيد مقصد دورة فبعيد مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على مزيد ثوابه وثواب ثمراته هركس بلي ولا النكاح كردن هيج ثوابت يعني قينا بلي ناو نابري بعيد عبادة لإصطلاحا أما مقصة قريبة بلان بلي هيج ثوابت يعني أما قصيتي دورة مخالفة بو أحاديث زوراني كهل مانني لسر نكاح كردن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج باشا برام آه ها وثواب ثمراتي ثمراتك كتشية كأمنا على صالحاني أقر خواب بداتي كحديثي إيه آتي حديثك ما هي فرميه وليس عبارة أمره أبي بخلة النار قوسه أياتي أحدنا وخلة النار قوسه وتعالي رعي كنت يكال أنا كذ كحديث أياتي أحدنا شهوته وله فيها أجر بو أقريك لإما تشت لا شهوتك خوي وات الشهوة خوي قصاب قال الخزاني بو أجري هيا فقال في غمرة صلى الله عليه وسلم فرمي أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر آية أقل حرام شهوتك داني قنا عبارة به بيكم أنا كنا عبارة به كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر دقيت التوتون إنكار يم حديث ساكي وحديث حتى ما تضع في امرأتك حتى أويك داني لخزانك تهر أجر ولكلامهم بل إذ كيف يكون سنة بشرطه كما تقرر ولا يكون فيه ثواب كنت مقصي علماء علماء كأني شألين شون نكاح سنة أجر سنة بشرتكان يعني شرتكان بيت دي سنة شون ثوابت يعني خوي ما أو من سلمان كنكاح سنة بمرجكان الرابردو أجر سنة دي في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم جنيها وردو أيوانيا أي لبر أبو شون سنته ثوابت يعني وبهذا ينظر أيضا في قول المصنف وإلا فهو مباح حتى قول مصنفك عليه وإلا فهو مباح حتى أقصيش نظريتي آيه تدبريتي آيه والحاصل كرتيمة بس أويا أن الذي يتجه أويك قول متجه جيقاي متمانيا أنه متى سن له فعله
ولم يوجد منه صارف هركات سند بو سربز جنبينه وصارف جنبو لويك جنبينه باجني دو همج به او لم يسن له يا سند نبو بوي وكو كابراك اوتمان تواناي وطئه بس توقاني وطئيني بلام او قصد به طاعة ما بس في طاعة بكوت والله توقاني وطئيني قيشك بلكو جار دو جار سيد الله جنكيو منعلكي ببه وقصد به طاعة كولد أثيب او ثواب أدريت ولا إخوة وإلا فلا أقر هيش كامل معنى لذلي أنا بوها لأخوي بوها وهوس هو هو سيشيني هل حزك بلن جني هاورد آوا أو بو دنيا جني هاورد هجم بس تكين نبو أو فلا ثوابي نية كلك والله نيوجش كي بنيت نيكيتو نيت في أخوان بي ثواب إيه تو نيو شو نيوش دابسة نيت أوه بلا كورا با خلق الله با نيوش كارا يا هروا بلا هدف شو دسك بنيوش كردنو نيت بو أخوان بي أوكي المتعلقة بمحاسنه الباطنة نشر الشريعة تيهي لايوة لايتو لأن فيه بلي نشر الشريعة بلى ظاهر المتعلقة صفة بو الشريعة واديارة يعني او شريعي كوا بيوستي هي بجوان ينهين يكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم يابلين فإنه قربة بلى نشر الشريعة المتعلقة المتعلقة صفة المهم من وايت يا جيم فيه نشر الشريعة المتعلقة بمحاسنه الباطنة واتا نشر شريعيت يا نشر شريعة بيوستا يا شريعة بيوستا بمحاسن بيغمبر صلى الله عليه وسلم كالباطنة التي لا يطلع عليها أخوة محاسنه هل ضمير محاسنه بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لأن فيه تنجي نكاح كان في غمر صلى الله عليه وسلم نشر شريعيتها المتعلقة بمحاسنه الباطنة يعني كومل فوائد محاسن باطنيتها التي لا يطلع عليها الرجال إمناتها يعني متلعبين لبرو دروس جنيها بسيار كي في غمر بو أنا جني هنا وبو تشوازيات اللي تشواري هنا يعني وانا كومل اشتئي ما ناتوانين وفي غمر صلى الله عليه وسلم يتر ببي أمر إخوهي كي نكردوه ومن ثم وسع له في عدد الزوجات هل برأويك توسيع بودرا ومتى تشارب ما اندروس او كوفاتي كردو نوجني هبو ما لم يوسع لغيره يعني او توسيعيك بو بيغمر روادرا وبو كسيت الروانادرا لتحفظ كل ما لم يحفظه غيرها بو هر افرت لو افرتانا كومل شد لبركه للديني خوا كجنجت اللبري نكر يعني هذه كلوانا كومل إلى محاسن الشريعة يعني هل قرتوه كومل أحاديث وأحكام للاي أو بارزراو بخلكان راقيان دوا لتعذر إحاطة العدد القليل بها شنك عددك كم ناتو أن إحاط بو شرعبا بتايبتي لمسائل خزانية بعض مسائل خزانية صحابة كان مطلع نبو بسريا بلام خزانة كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم مطلع بالمسألة لكثرتها چونك او بلين هنا مسائلانا زور بون بل خروجها عن الحصر بل هلا حصر درچو وكز ناتواني بتنيا احاطبوا مسائلانا هموي بدا بل
با كورتي من زيادة الإجلال مزور بيرم لهم بعض زي موضوع هي آلوزة مثلا أو كوأما ناتواني بيري لي بكيتو بيري لي بكيتو لو أنا يسر قردان بي إلا أبي تسليم بي بلي خوايا من آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني أمشتانا أو أبي تفيوزي كي بخوا أبي تفيوزي كي بخوا كومال مسائل هي لشرعة ليتي ناقي تانيا أبي بلي من إيمانهم هيك محمد في غمري خوا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أقل لا ينطق عن الهوى أي شلون يفعل عن الهوى ثوانية أو نطق بهوانك أي شلون يفعل عن الهوى يفعل عن الهوى هناك أي يجي قدر له مسائل أنا كمن بلام وآلوزة نابي زور بي اللي كيتو مسألة ميراته مسألة ميراته كابراء أمريه كوراكي فيش خوي مردوه كومالي هاتي يجي ألاوه لدواء أم هاتي وانا إرس لدواء بابيرا كيان أمري لدواء باوكا كيان أم هاتي وانا إرس لدواء بابيرا نابا لكاتي كاب بعقلي منتو أخويا مراعاتي زياتر بكرين تنجي باوكي أنما هو دي إرسي لنابا يعني مسألة هيك بعقلي منتو بير اللي بكتو آلوزة آلوزة أي أبي تسليم بباوي كمان أما شرع إخوايو تسليم من بيهو تعو باوي زياتر مجال النية تاي ورا تعليل يبو بيني تو ناقيت النتيجة بل قلت فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل يتعبد يا يتعبد يتعبد أجل زيد كجنايني أجل تعبدي شنا أكل يعني طاقتي نبو جن بيني ناخو لبل عبادة نبو فالنكاح أفضل في الأصح من البطالة جن بيني باشر لبطالة بإشي شنجي بطالة جي بلايكا جن بيني مجهولة بيو بكاس بيو بارا بياكدن بيانو لألا تفضي به إلى الفواحش بوأوي بطالة برو فواحش نيبا بل فأفضلو هنا بمعنى فاضل كالين أفضلو أم أفضلو جلي راهر بمعنى فاضل يعني كاركي باشا نكاح مطلقا بمطلقي يعني فاضل يعني كاركي باشا كاركي خرابنية وصح خبر اتقوا الله واتقوا النساء أو خبر صحيح كفرمي أفرمي الأخواب ترسن ولا أفرتانج بترسن فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يعني أول فتنة بني إسرائيل لا أفرتانج أمش بس كا أول إنسان أجر خزانة النبي وخوي الحرام نفارز لو أنا تمشي فتنة أفرز بيته باش أبرام أخوا فتنة أفرز دور قوري فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أجر كابرا أهبي دسكو أي واتم مصرف نكاحي هبو بلام علة تشي بيوبو كهرم بير بوبو كفت بوبو توانا جن هناني نمابو أو مرض دائم يا نخوشي بردوامي هبو أو تعنين يا زكري توشي شلفة بوبو زكري بعمل نمابو أو كذلك آوايا يعني شيء آوى يعني بويس الندنية بخلاف من يعن وايا سربوري من أكراوا تواو من يعن وقتا دون وقت هو هيا جار جار توشي عنين به لدعا چند شوية كتير شاك بيتو أو قيناك أو تواني جنبيني اگر اوابو هرمي بيوبو مراض يا عنين كروها له النكاح كراتي جنبيني والله اعلم لعدم حاجته تواناي نية محتاج نية بي مع عدم تحصين المرأة ناج تواني افرتك بكابا محصن واتا وايلي بكاكا دور بي لقناه المؤدي غالبا الى فسادها ديار افرتك محصنا نبيو وات إلى قال نكره بأغلب أو أفرته برو شو أروى برو فساد روى وبه يندفع قول الأحياء أبم قصي إما قصي إحياء رد أكرته كعلي يسن لنحو الممسوح تشبها بالصالح كابراهيم ممسوح ممسوح تاني هذا ذكري برا ولا بن أو أويش بيجر مباشرة ما مثلا من العبلاي كاتب لما قلت الشيخ بابا علي بو بلاي جزور خنوار بو
زور جگر خورجی عجایب بیشمو که اول باشی او آگر و کدای آگریان کد بیرم کوتو اتو سمع نام محراب کیش ک قامت کد جگر کی بپنجی و بودن آل سلی محراب که کن لنوش لیب و تسبیحات حالا گرتو سلی حالا گرتو حزی ناکر اون نیوش فوتی روزی چن هر وابا عدبه برسالك من ليك وزم قربان أو جناب أو نجيجرا خوي سودي هي جيجرا وتي بلس هرمي بلس سودي هي وتم قربان سودي كيا وتي سودي أويا أجر منو تولى دشتك أب خوين ما قد نائب ولا يمن للاي سرمو للاي قاتمو بومي لبر أو نبون جيجر في سمار السليل وكاتو سيوابو لا أي فرم باش أبرام تشبها بالصالحين غزالي وفرمي فرمي ممسوحيش سنة جنبيني أم رديكاتو سنة لتشيا أما كما يسنو إمرار الموسى على رأس الأصابع أما أكاب بلغ غزالي هل يوكو تشون على رأس الأصلع إنك أصابع أصلع أها لهنا لباسي حجة لباسي حجة عليه أبي إنسان آخر ركني حجة أمرأة وتاني سرب تاشي أي أجر سري هيتي بيو نبو وكونا وشاويتو أصلع أصلع يعني أو كسري روتاوتو على هر سنة موسى كان بيني بسريع وكو تنفيذة أمري خوا على أساس تلك من تاشيو ما حلقم كردو سنة دلما مسوحش بنارة سلام قولة سنة جن بيني أم قصي غزالية ردك ليتو وقول الفزاري أن قول الفزاري أي نهي ورد في نحو مجبوبي ها يا فزاري علي أي نهي ورد في نحو المجبوبي والحاجة وايا لا تنحصر في الجماع خباب حاجة النكاح تنيا منحصر نيل جماعة لبروق المجبوبش لا مواي مجبوب بالله معنا قن بالرياوة اي ممسوح تشيا ممسوح مجبوب لجب جب يعني بالرياوة اي ممسوح كتشيبو نعنين شلفتايا ولا نازانم او فرق عن شيء مجبوب وقول الفزاري في اندفاعي بحث لابد لها ولا يهدو كان مجبوب هو هجبر بس ممسوحه كيش تمشي بك لهنا لباسي اواك بياو جنب وترد المرأة بخمسة عيوب وترد الرجل بخمسة رد الرجل بخمسة عيوب قالوا تما شايف كيس مجالنية وابزام لي معناه هاد دكانة كيس أنا تسرد فرقة كيان شيء بلى بلى وتمان والله أقول جيب بريب كويت يعني بلى بلى أقول جيب لا شخص مش تبلى تما شايف كيب كبلى أما ليه فزاري شاليه وقول الفزاري بل أما يعني وبه يندفع وبه يندفع قول الإحياء باش أبرام بمقسي ما رد أكريته وقول إحياء وكأفرمي يسن لنحو الممسوحي وقول الفزاري هروها قولي فزاريش رد أكريته أي
كعليه شي فزاري عليه أي نهي ورد في نحو المجبوب والحاجة لا تنحصر في الجماع فزاري شلي بابا كل هيك تان بيني وكوارد بوبي لبياوي قن براوا لكاتك كاحتياجي نكاح لا تنحصر في الجماع ويحتاج نكاح الجماع لو أنا كابلا حسك مؤانسة ورفيقك يهبب خويدة متقيلة قلابك ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد آية كابلا ساغو سلامته بل أم لدو أتوشي أمن خوشنانا أبيت مسح يا جب يا جور لمعنى فهل تلحق بالابتداء آية وكو أوواي ليكم جارو أماني النبوبية أو لا يعني وكو أواني لقوة الدوامي شنك النكاح لحالة بردوامية جاءت على حالة ابتدايا أما عليه تردد فيه الزركشي زركشي لما متردد نيتواني وفتوى أبدا والثاني قولي ثاني هو الوجه قولي الثاني أو كوتمان هل تلحق بالابتدائي أو لا قولي ثاني أو لا يعني لا تلحق بالابتدائي والثاني هو الوجه أو جاي اعتمادا كما هو ظاهرون وكو أويك وظاهرة بمن دلك ولا عبارة كانوا با لراب وسن ما مسا تنبيه وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين.